مع ضيفتنا في الاستوديو الطفلة الموهوبة مريم البدري. حياك الله يا مريم. نورتي يا مريم. شكرا حبيبتي. العافية. عارفين عن نفسك، انتي شو تسوين؟ انا اسمي مريم البدري، بالصف الرابع من مدرسة الإمارات بالشارجة. جميل جميل. طيب الحين نحن نشوف انك انت موجودة معانا في الاستوديو وما شاء الله طلتك حلوة. شو هواياتك اللي تحبينها؟ احب الرسم، القراءة، المطالعة، تأليف القصص، البرمجة، التصميم على الحاسوب. جميل. طيب مريم انت مجهزة شعر صح؟ بتقرين لنا شعر اليوم، شو رايك تقرين؟ لغتي فخري، لغة الضاد، لغة آبائي وأجدادي، لغتي أفهمها أعشقها، فهي زادي وهي مدادي، أحيا بحروفها أجمعها، خط اللفظ مثل فؤادي، أقرأها أدبا أو شعرا، أكتبها قصصا لبلادي، تروي أجيالا وأجيالا، تخلد تاريخ الأمجاد، ستبقى لغتي متألقة للأبناء وللأحفاد. أنت المتألقة يا مريم. شكرا حبيبتي. منو يشجعك؟ طبعا أهلي شجعوني، ولو ما دعم وتشجيع واهتمام أهلي فيه ما كان قدرت أطور مواهبي ونمي قدراتي. كم عمرك مريم؟ عمري تقريبا 9 إلى 10 سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يعطيك العافيه. تدري انا بعمرك من ممكن كنت احاول اني اسوي شيء، بس ما شاء الله عليك حضورك جدا جميل. انا كنت العب سوبر ماريو. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين لغتك حلوه، لغتك ما شاء الله، لغتها العربيه سليمه جدا جميله ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب سؤال، بما انك انت ترسمين وتبرمجين وما شاء الله عليك بعد عندك في القصص وكتابه القصص، شو اقرب هاي الهوايات لقلبك؟ تأليف القصص، لأن من أنا وكنت صغيرة كنت ألف قصص عن الدمى اللي عندي. حلو، ما شاء الله. ممتاز. مريم أمك موجودة في الاستديو، حابة تقولي لها شيء على الهواء أمامنا وأمام جميع المشاهدين؟ حابة تقولي لها شكرا؟ لأن أحس دوم الأم يوم تكون موجودة وتدعم أبنائها شيء وايد عظيم. هي. وحلو. أريد أشكر أمي وأبويا وكل أهلي على أنهم دعموني وشجعوني، ولولاهم ما كان قدرت أوصل لهذه المرحلة. الله يحفظك لهم إن شاء الله، وإن شاء الله يقرون عينهم فيك وأنت ناجحة ومتميزة في المجتمع. طيب الحين نحن تكلمنا شوي عن بعض مواهبك، أنت شاركتي بمسابقات، ممكن تقولين لنا شو المسابقات اللي شاركتي فيها؟ شاركت في مسابقات والحمد لله حصلت على جوائز ومراكز متقدمة. وأنا أريد أضيف شيء بخصوص المسابقات. نعم. أنها وايد مهمة للطفل، وأنها تشجعه وتخليه عنده إبداع. صح. وتعرفنا بمستوانا وتعرفنا بأصدقاء عندهم نفس هواياتنا ومواهبنا. يعني المفروض المشاهدين الصغار اللي تابعونا الحين يسمعون كلامك. صح. صح. شو الجوائز اللي حصلتي عليها؟ حصلت على المركز الأول في مسابقة استوديو هويتي 94 من إذاعة الشارقة، وحصلت على المركز الثاني من مسابقة الطالب الراوي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وحصلت على شهادات فوز وتقدير عديدة. ما شاء الله. جميل جميل جدا. طبعا أنا ما شاء الله تبارك الرحمن منبهر فيك، وأنا أتوقع لك بإذن الله مستقبل بإذن حلو الله. إذا حافظتي على هذه الروح الحلوة وعلى الأسرار اللي جالسين نشوفها منك. لكن اللي بعرفه منك يا مريم، شو أمنيتك في الحياة؟ أمنيتي أني أفوز بتحدي القراءة العربي، وأمنيتي أني أكون كاتبة قصص معروفة عند الأطفال، وأكون يعني متميزة دائما. أنت متميزة. متميزة. أصلاً أنت متميزة يا مريم. أكيد نورتينا لهذا المساء مريم، ودوم حاولي تقرين علشان تصبحين فعلا كاتبة قصص يوم أنا أستغل ما. وقتي أستغل وقتي الفارغ بالقراءة دائما. شاطرة. وتلخيص القصص. إذن أنت جديرة بأن تصبحي كاتبة يوما ما في القريب العاجل. مريم البدري نورتينا لهذا المساء. شكرا لك. عفوا.